إلى ولاية سطيف وبالضبط في بيضاء برج، حيث تجتهد خالتي حورية في صناعة الطاجين تاع الطين، ذاك الطاجين الذي يمنح بنة رائعة للبغرير والمسمن والبراج. هي قصة عجوز في السبعين مدت يدها للطين لتأكل خبزا نظيفا بعيدا عن التسول كما يفعل الكثير. تحمل معها كل صباح الكيس والقدوم وتخرج بحثا عن الطين الجيد. هي تعلم أن الطين مثل البشر، فيه الصالح وفيه الطالح. إلى كل الجمعيات الخيرية، إلى كل السلطات المحلية ببيضاء برج بسطيف، ساعدوا ساعدوا خالتي حورية، خاصة وأن زوجها شيخ مريض كثيرا ما يبكي وهو يشاهدها تعجن الطين لتبيعه وتشتري بدنانير معدودة قمحا تعجنه خبزا لزوجها وابنتها ولها أيضا. أمنيتها الوحيدة الذهاب إلى مكة المكرمة، فمن يتسابق لفعل الخير؟ سميرة مخربش والتفاصيل. بين هذه المنازل التي بنيت بالحجر والطين، هناك من جعل من ذات الطين مصدر رزق يقتات به ويسد به الرمق. هي حرفة بعض النسوة ببلدية بيضاء برج بولاية سطيف، وهو حال خالتي حورية التي بنت لنفسها عالما من طين بصناعة الطاجين. نخدم الطين في النهار هاني مع طواجن، وفي الليل هاني مع الصوف. عندي طفلة في الدار قاعدة ما تخدمش، تعاوني هكذا في الطين، تعاوني في الصوف، تعاوني شي اللي كتب ربي، ونخدم ونجيب ناكل كما يقول لك القوت. حتى يجهز الطاجين ويقدم للزبون في هذا الشكل يمر بعدة مراحل، والبداية تكون برحلة البحث عن الطين أو الصلصال الذي اقترن بالفخار. حكاية خالتي حورية مع الطاجين تبدأ بالمشي لمسافات طويلة. بعيدة وكما مشتا الصالح هذيك القبلة قريب كما عند الفرادة هذيك، ثم نجيب بعيدة قطعة. يا قول بالك قد منها يا الفيلاج. نجيب التراب نتاع الصيصال، خير التراب يسمى التراب المليح باش الطواجن نتاعو ما يكسروش يحكمو. هي الصيصال ماش التراب الطين هذيك اللي تفتت، الطين هذيك تاع القالبات هذيك قالبات قالبات. هاني يبسو هو نهرسو ونرنخو ونجيب التفون، ثاني نرنخ التفون ونهرسو ونديرو في الطيار. عندما تحضر مادتها الأولية تشرع في مداعبة الطين بطريقة فنية، تقلبه تطويه وتذلله بالماء. هي سيدة المكان وتشكله كيف مكان. Thank you.
الحورية إذا زاد الطين بلة يتجلى الإبداع، إبداع بيد مباركة غلبت عفتها صلابة الخشوشان. نمثلها ونحطها تيبس، وكي تيبس الملوقيد ونحكها ونجيب لوقيد هنحميها ونديها للبيضة برج مليحة، تاع تروح بالكار تاع تروح نمشي تاع كي يعود عندي الفياج نروح تما للكار، وكي يعود ما عنديش نروح من البيضة نمشي. هي حرفة أشبه ما تكون بقطعة من العداء، فيها الحمل الثقيل وعجن الطين بطريقة ترهق الجسد وتشقق الأيدي، بل هي حرفة هرمت بها النسوة قبل الأوان. إيه هي واعرة مش واعرة باش نجيب الطين ونهرسها ونرنخها كما يقول هذا كون نعجنها ونمثلها ونيبسها ونلملها لوقيد نلملها حشاك القشقاش وندلها المحمي هذه يكون نحميها على النار. واعرة يعني هي الخدمة نتاعها واعرة، بصح واش ندير لازم ما ناكلش ولازم ناكل. صحتي وراسي بن غير في ساعة درك أنا مريضة دايرة العملية وهذه هي موجعني البراسيون، قلت أنا بالك البراسيون تحرك بالك الطين ثقيلة وطواج ثقال، قلت أنا بالك البراسيون اللي تحل. راح درت الراديو قالوا لي البراسيون تاعك مليح، دوك ثاني تعينت لي مرة راه فيها الحجر. حورية ورثت حرفة الطاجين عن والدتها، وهي الآن تعول بها عائلتها لأن زوجها شيخ كبير أرهقه المرض، فهو يبكي كلما رآها تصارع الطين في وحل البؤس الذي يحاصر هذا البيت الحجري. قلت للطبيبة لازم درت عملية وحدة، أنا قلت له قال لي الشيخ قال لي لازم درت عملية وحدة، احنا غير نقارب نديروا القبر نحكوا نرقدوا وخلاص، خاطرش ما كانش غير أنا هي اللي نخدم عليهم، ما كان حتى واحد. أنا اللي نجيب لهم في القوت، أنا اللي نداوي فيها، أنا اللي ولاك يشوفني هكذا يتقلق ويعود يبكي ويعود يبكي يشوفني هكذا نخدم ونعابر. هذه يوم الله حاشاك غير طوات وعيت نحمي درت على ركابي دركت على ركابي ونحمي. هل يمكن لنساء اليوم أن يقمن بهذه الحرفة؟ سؤال إجابته عند الخالة حورية. البنات تاع درك يلاه ما يقدروا يخدموها، ما تقدرش هي تجيك الكسره وتقول له روح جيب لي الخبز، والله تقول روح جيب لي الخبز، لا هذوك ابني بغينا نضليه، والله تقول انا ما قدرتش روح جيب الخبز ولا تبرات، لازم يروح يجيب ويجي. ايوا انت بكري راهم يديروا الشعير يديروا يلقطوا السبوله يلقطوا كما يقول هذاك يهرسوا باش يديروا ياكلوا يديروا في المطحنه هذيك ينحيوا الخضره ينحيوا كلش، يا هذوك ما تقبلوا قولوا تبراتك روح جيب الله الله يسهل عليك. حاولنا أن نشتري منها طاجينا صنعته بيدها فرفضت أن تتخذ عليه أجرا. هكذا هم البسطاء، فقراء لكنهم كرماء. على صعوبة الحرفة وقلة دخلها، حورية مدت يدها للطين ورفضت أن تمدها للناس. نجيب هكذا نخدم بعرق جبيني نروح نجيب لاجتات نبيع طاجين، نجيبو خبيطات وطاجين يحلب ونجي نروح، وما يقولوش مرت لنا لقيناها لي تفرد تطلب، أنا هذيك ما عنديش، والله ما عندي، ما نقدرش. حورية تأمل أن تذهب إلى العمرة، لكن بمدخول الطاجين الأمل لا زال حلما. واش متمنية؟ متمنية ناكل ويلحقنا ربي نصدق، ونروح نجيب فيها عامرة. أني نطلب من ربي نجيب فيها عامرة ونجي عند الحيطة.
ما نروح حتى عند واحد، ناكل الجدد ونجي عند الحيط والحمد لله نكمل الخيط نتاعو، نجيب عامره ولا جدة تمت نجيبها منها نموت من ولا نموت ياثم. يعني الطالبة عامره راني من صغري وانا نقول للشيخ يا شيخ لو كان يلحقنا ربي نجيب عامره بك ولا جدة ولا جدة تمت يا جدة تنبات بالشر. قلت نغسل عظيمتي برك عند ربي والحمد لله بالخير نتاعو. إذا التقيتم خالتي حورية وأمثالها من النساء اللواتي يصنعن الطاجين فاشتروا منهن فرزقهن حلال طيب بأياد تطلب العفاف. سمير مخربش لبرنامج مراسلون.